احمد مراد من حرس الجمهور حرس الشرف جاهز بالتفتيش فني. مشاهدينا الكرام، تابعنا مع حضراتكم مراسم الاستقبال الرسمية التي أجريت للرئيس القبرصي بقصر الاتحادية، حيث كان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستعرض الرئيسان حرس الشرف كما عزف السلام الوطني للبلدين. وتشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وقبرص طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، خاصة بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص لتوضيح الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للدولتين في عام 2014. وخلال السنوات الأخيرة وقعت البلدان العديد من الاتفاقيات الاقتصادية كالربط الكهربائي وإقامة خط بحري بغرض نقل الغاز الطبيعي. العلاقات المصرية القبرصية الاقتصادية متطورة وقوية وتتسم بالأفاق الرحبة على المستويين الاستثماري والتجاري، ففي عام 2014 صدقت مصر على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص لتوضيح الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للدولتين. التعاون بين البلدين امتد أيضاً إلى مجال الطاقة من خلال استغلال الفرص المتاحة في ضوء دور مصر المتميز على خريطة الطاقة العالمية والجهود التي تبذلها الدولة لتحول القاهرة إلى مركز إقليمي للطاقة في أعقاب اكتشافات الغاز الأخيرة في شرق المتوسط. وفي سبتمبر عام 2018 قامت مصر بتوقيع اتفاقية مع قبرص تتضمن إقامة خط بحري بغرض نقل الغاز الطبيعي من قبرص إلى محطتي الإسالة المصريتين بدمياط وإدكو، وذلك لتسهيل إسالته في مصر ومن ثم إعادة تصديره من مصر. الجانبان وقعا أيضاً الاتفاق الإطاري للربط الكهربائي بين مصر وقبرص في مايو 2019، وما يمثله ذلك من أهمية كبرى في الربط بين القارتين الإفريقية والأوروبية. وبالنسبة لحجم التبادل التجاري بين مصر وقبرص فقد بلغ عام 2021 نحو 66 مليون دولار، منها 42 مليون دولار صادرات مصرية و24 مليون دولار واردات. وتعد الصادرات المصرية من الوقود والمنتجات النفطية والمعادن الثمينة والحديد والصلب والورق والورق المقوى
من أهم المنتجات المصرية المصدرة لقبرص خلال عام 2020، ويصل عدد الجاليات المصرية في قبرص حوالي 4000 مواطن مصري، حيث يعمل عدد كبير منهم في مجال البناء والمعمار والزراعة وفي الموانئ القبرصية. العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وقبرص راسخة وآخذة في التنامي في جميع المجالات، خاصة على الصعيد السياسي والعسكري والتجاري والطاقة، وذلك على نحو يحقق المصالح والأهداف المشتركة لهم في منطقة شرق المتوسط، وكذلك مواجهة التحديات المختلفة في المنطقة. وتميزت العلاقات السياسية بين مصر وقبرص بتنسيق المواقف حيال القضايا المختلفة والتعاون في المحافل الدولية والإقليمية، وخاصة في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتبادل البلدان التأييد في الترشيحات لعضوية اللجان الدولية المختلفة. وبعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، شهدت العلاقات المصرية القبرصية تطورا كبيرا عبر لقاءات واتصالات بين الرؤساء. طفرة حقيقية تشهدها العلاقات السياسية بين مصر وقبرص، علاقات تمتد على مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول، تعمل على تنسيق المواقف بينهما حيال القضايا المختلفة والتعاون في المحافل الدولية والإقليمية، وخاصة في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. العلاقات بين القاهرة ونيقوسيا شهدت تطوراً ملحوظاً منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، حيث أحرزت الدولتان العديد من الإنجازات المهمة، سواء على المستوى للعلاقات الثنائية أو من خلال آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، مع التأكيد على الالتزام الراسخ بالاستمرار في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين. أعمال التنسيق المستمرة بين البلدين تشهد تواصلاً دائماً ومستمراً، ففي أكتوبر عام 2021 قام الرئيس السيسي بزيارة لليونان للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص في جولتها التاسعة، وذلك في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الثلاث دول التي انطلقت عام 2014. كما التقى الرئيس السيسي مع الرئيس القبرصي، حيث أشاد الرئيس السيسي بالتطور والتقارب المستمر في العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص على مختلف الأصعدة، مؤكدا حرص مصر على مواصلة تفعيل أطر التعاون سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان. كما عقدت قمة آلية التعاون الثلاثي بين الرئيس السيسي ورئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان، تناولت أوجه التعاون بين الدول الثلاث في إطار آلية التعاون الثلاثي، حيث تم التأكيد على نجاحها في تكريس التشاور الدوري والتنسيق الوثيق حول الملفات الإقليمية والدولية التي تؤثر على كافة شعوب المنطقة. وفي سبتمبر 2021 دشنت مصر وقبرص اللجنة العليا للتعاون الثنائي على المستوى الرئاسي، والتي بحثت تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والدفاع ورفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري. واستقبل الرئيس السيسي نظيره القبرصي للمشاركة في أعمال اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص، والتي عقدت للمرة الأولى على المستوى الرئاسي. وفي أكتوبر 2020 قام الرئيس السيسي بزيارة إلى قبرص للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان. وفي أكتوبر 2019 قام رئيس قبرص بزيارة إلى مصر للمشاركة في القمة الثلاثية السابعة بين مصر وقبرص واليونان. كما قام رئيس قبرص أيضا بزيارة مصر في أبريل 2018 للمشاركة في فعاليات مبادرة العودة إلى الجذور بالإسكندرية. وفي نوفمبر 2017 قام رئيس السيسي بزيارة رسمية للعاصمة القبرصية نيقوسيا استغرقت يومين، وأجرى الرئيس خلالها محادثات مع الرئيس القبرصي، وتناولت دعم العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في موضوعات الطاقة والاقتصاد. وفي أكتوبر 2016 قام رئيس قبرص بزيارة لمصر لحضور أعمال الدولة الرابعة للقمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان. أما في أبريل 2015 قام رئيس السيسي بزيارة لقبرص واستقبل الرئيس القبرصي. وفي نوفمبر 2014 قام الرئيس القبرصي بزيارة لمصر، وأكد دعم بلاده الكامل لمصر وجهودها لتحقيق التقدم الاقتصادي ومكافحة الإرهاب، لتؤكد الاتصالات المتواصلة والزيارات المتبادلة أن البلدين يتمتعان بعلاقات قوية في كافة المجالات.
وكنا قد تابعنا مع حضراتكم منذ قليل مراسم الاستقبال الرسمية التي أجريت للرئيس القبرصي بقصر الاتحادية، حيث كان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستعرض الرئيسان حرس الشرف كما عزف السلام الوطني لكلا البلدين. كنا مع حضراتكم في هذه التغطية الخاصة لمراسم الاستقبال الرئيس القبرصي في زيارته إلى القاهرة، نشكر لكم طيب المتابعة.